الأولى قلنا بأنه البرلمان ممكن الإنسان يمشيله لعدة اعتبارات. كانت المسألة الأولى هي سن القوانين، المسألة الثانية هي مراقبة العمل الحكومي، المسألة الثالثة هي السياسات العمومية. هذه الدورة التكوينية يعني كانت فرصة إيجابية جدا للتفاعل مع المستفيدات، باعتبار أنهن يعني مقبلات على الترشح لمختلف الاستحقاقات. لذلك الدورة التكوينية تركزت على كل المستجدات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية بأصنافها الثلاثة، مجالس الجهات، مجالس العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات. لكن ما كان أساسي في هذا التكوين هو التفاعل حول الإجراءات العملية التي تؤطر العملية الانتخابية، سواء على صعيد الواقع من حيث تحضير الملفات والاهتمام بالبرامج، أو التأطير القانوني الذي هو لازم لكي لا نقع في أي إخطاء. لذلك أنا أعتبر بأنه التفاعل من قبل المستفيدات كان إيجابيا جدا، والدليل على ذلك أننا تمكننا من القيام بعملية تلخيصية لكل الحصص التدريبية التي قمنا بها. هذا القاسم الانتخابي اللي كان ناقشه راه هو السبب في النهايه يعطينا واحد التمثيليه غير ديمقراطيه. وانا اقبل ان تكون استفاده جيده، لاننا بصدد اعداد لوائح المرشحات والمرشحين على مستوى الجهه، خاصة على مستوى الإقليم مراكش أو عمالة مراكش، وتعلمون أن الإصلاحات الجديدة التي تضمنتها منظومة الانتخابات تؤكد على رفع مستوى تمثيلية النساء، وهذا ما جعل هذا مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يعني يحصر اللائحة التي كانت وطنية في السابق أن تصبح لائحة جهوية ولكن خاصة بالنساء، بمعنى 90 مقعد، بالإضافة إلى تمكين النساء من المنافسة على رئاسة مجالس ترابية، وهناك توسيع حقيقي للمرأة في التمثيلية السياسية، وهذا من شأنه أن يدعم نظامنا الديمقراطي التمثيلي. وهذه الدورة اللي كتكون فيها التكوينية للجنة المناصفة دورة مفيدة جدا، تناولت العديد من القضايا التوضيحية، وأكيد أنها سيكون لها انعكاسات إيجابية على عمل اتحادية على مستوى الوطني وكذلك على مستوى جهة مراكش أساسا. هو منصف لنا جميعا كأحزاب سياسية كنتحركوا في الميدان. النقطة الثانية، حنا كنساء وصلنا دابا للثلثين اللي قال السيد، لكن المطمح ديالنا كنعتبروه المعركة ديالنا اللي كانت على ذلك ما زالت مستمرة. نحن كنساء في المجتمع معركتنا أننا نطرحوا إلى المناصرة 2030 2035. اولا هذه لجنه قضايا النساء والشباب والمناصفه الصافه وتكافؤ الفرص لحزب الاتحاد الشرقي للقوات الشعبيه ابت الا في هذه المحطه المهمه من تاريخ بلادنا، ونحن مقبلات ومقبلون على استحقاقات مصيريه، استحقاقات 2021 التي سترهن مستقبل بلادنا. ونحن كذلك على مشارف في مشاريع القوانين الانتخابيه الان التي تستمر للبرلمان، والتي جاءت بمكتسبات مهمه لصالح المراه، منها الرفع التمثيليه النسائيه على جميع المستويات البرلمانيه والجهويه والجماعات الترابيه. اذا احنا كحزب الاتحاد الشرقي للقوات الشعبيه اللي يعتبر قضيه النساء قضيه محوريه، سنعقد مجموعه من الدورات التكوينيه. بدانا بدايه من مدينه مراكش، كانت الانطلاقه لهذه الدوره التكوينيه لفائده المنتخبات والمرشحات المحتملات اللي يمكن الحزب انهم سيرشحهن في الدوائر المحليه او الجهويه او الى عندك او للوطني او يعني على مستوى
مستوى الجهه. نعم. اذا حنا هذه الدوره هذه تساهم من رفع من قدرات النساء الاتحاديات، كذلك توعيتهن مدهن يعني بمعطيات والتمكن من القوانين الانتخابيه ومن العمليه الانتخابيه برمتها حتى يتمكن ويعطيونا صوره يعني صوره جيده على النساء المغربيات، لانهن غيساوتين لنا النساء المغربيات وبالتالي يساوتين الاتحاد الشاكه في القوى الشعبيه. شكرا لك.